الحقيقه هو ما فيش شك برضو ان الزمالك فقد يعني فقد كده نقاط كتير قوي في الدوري بعد طبعا ما خاض 17 مباراه تقريبا نص مشواره في المسابقه. صحيح خدنا 13 لقاء بس في الدور الاول واربعه من الدور الثاني، لكن في النهايه رقميا انت لعبت 17 مباراه من اصل 34 مباراه، يعني 50% بالظبط لعبناهم. يمكن الزمالك ما بداش الدوري باقوى شكل ممكن ومش بالصوره اللي احنا بنتمناها او مش بالصوره المطلوبه منهم بالتاكيد، ولكن الفريق برضو يا جماعه تاثر بمساله وقف القيد اللي كانت في الصيف اللي فاتت وبالغيابات او بالاصابات اللي عندنا، وبالتالي طبعا البدايه وفقدان النقاط دي ما ادتناش مساحه كده للدخول في المنافسه سريعا في دوري نايل. اكيد بعد ما جه ماستر جوميز حصل بقى تحسن كبير وحصل فارق كبير قوي في اداء اللعيبه وداخل الملعب طبعا، وحتى في الروح ما بينهم. شفنا مستر خوسيه جوميز حتى في المحاضرات الفنيه شغفه وحبه للفريق ده وحبه لنادي الزمالك فرق بشكل كبير وترجم في الملعب فعلا. شفنا اداء اللعيبه بيتحسن بشكل كبير، شفنا النقاط السلبيه اللي كانت عندنا بتتحسن وبيشتغل عليها. فطبعا النتائج بقى في بطوله الدوري هي ما زالت في تذبذب مثلا ممكن نقول، او ما بدأناش كويس، ولكن عندنا فرصة دلوقتي نكمل كويس. يعني إن شاء الله الموسم كده اللي جاي ده إن شاء الله، والموسم اللي احنا فيه ده دلوقتي إن شاء الله نتحسن فيه بشكل كبير، نحسن صورتنا بشكل كبير، لسه عندنا الفرصة. عشان كده وبالذات بعد انتهاء المشاركات الأفريقية دي وتتويجنا الحمد لله بلقب الكونفدرالية، كان لقب مهم جدا علينا كلنا، يجب على مستر خوسيه جوميز وجهازنا الفني وضع كل ما نملك من تركيز على تحسين النتائج بما يليق بنادي الزمالك، وتحقيق اكيد سلسله انتصارات من تحسن بقى لموقفنا في الدوري ومن ادائنا في الملعب، ونشوف بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي يعني تغيير في كل حاجه. والموضوع قريب على فكره، مش بعيد ومش صعب. لو فوزنا كام فوز كده ورا بعض احنا كده خلاص يعني عدينا كام مركز في الجدول، ودي هتبقى مرحله اولى وهنكمل عليها ان شاء الله ونحسن صورتنا بشكل كبير جدا جدا في الدوري. ولكن احنا لازم نركز، محتاجين تركيز جدا، محتاجين جديه في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله في الدوري. وان شاء الله زي ما بنقول هو لسه بدري، لسه عندنا بجد فرصه، والبدايه تكون ان شاء الله من ماتش بكره بفوز مهم جدا على منافسنا اكيد سيراميكا كليوباترا. يعني محتاجين كده ان احنا بقى ايه في المباراه القادمه دي اللي هي بكره ان شاء الله نقدم احسن اداء عندنا ونبتدي مشوارنا في تحسين صورتنا في الدوري ان شاء الله. اكيد بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله في مباراه بكره في الفتره القادمه من تلاحم مباريات، ان شاء الله يكونوا على اتم الجاهزيه ونشوف كده نادي الزمالك في مزيد من انتصارات ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لو هنتكلم على دعم الجمهور ما بوصيش طبعا جمهور نادي الزمالك، ولكن الزمالك بقى وحشنا. يعني احنا قعدنا فتره كده ما كانش فيه مباريات لنادي الزمالك، مفتقدين بقى نادي الزمالك ومفتقدين الملاحم التاريخيه اللي بيعملها جمهور نادي الزمالك. والحقيقه دي بجد فتره مهمه جدا، ما عندناش زي ما بنقول او زي ما بدات معاكم الحلقه ما عندناش فرصه نخسر اي نقطه في الفتره اللي جايه، فمحتاجين دعم بقى قوي ومحتاجين جمهورنا يكون واقف كده في ظهر اللعيبه ان شاء الله في مباراه بكره والمباريات اللي جايه. ودي عاده يعني جمهور نادي الزمالك، انا دايما بقول انا ما بوصيش الجمهور ده، هو عارف واجبه كويس قوي وبيعمله باحسن شكل ممكن يعني. فان شاء الله مباراه بكره دي يعني نفوز، هيكون فوز مهم جدا جدا علينا، ونبدا من بعده بقى مسيره الانتصارات ان شاء الله.